حذرت شرطة أبو ظبي وهيئة أبو ظبي للدفاع المدني من التجمهر بمواقع الحوادث والذي يعد من السلوكيات السلبية المرفوضة التي تتسبب في إعاقة وصول مركبات الإسعاف والطوارئ والدوريات المرورية والدفاع المدني بأقصى سرعة ممكنة للقيام بواجبها في تقديم المساعدة الإنسانية للمصابين وإنقاذ حياتهم. وناشدت الشرطة الجمهور المشاركة بإيجابية من خلال الالتزام بإرشادات عناصر المرور في مواقع الحوادث حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، محذرة من تطبيق مخالفة عرقلة حركة السير التجمهر أثناء الحوادث وقيمتها 1000 درهم. كما أكدت الشرطة أن تصوير الحوادث المرورية ونشر صورها وتبادلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلوك مجرم قانونيا يعاقب عليه بالحبس والغرامة.